الخير، ازيكم؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بألف خير. معاكم ايمي شلبايه في برنامجكم مع ايمي شلبايه، وحشتوني جدا جدا من المره اللي فاتت. وعايزه الوقت يعدي بسرعه عشان اجيلكم. ان شاء الله النهارده هعمل لكم اكلات زي ما انتم شايفين كده، جميله وسهله وبسيطه جدا. معانا مأكولات بحريه، ويا سلام بقى على المأكولات البحريه لما تطلع من بنات بحري. النهارده ان شاء الله باذن الله عايزه كده اناشد سدات البيوت في مصر والوطن العربي، يا نساء كوكب الارض انتبهوا لي على قد ما تقدروا. الحلقه اللي فاتت انا قلت لكم ان احنا هنعمل اكلات فاست فود، تمام كده؟ طيب النهارده انا معايا مأكولات بحريه زي ما انتم شايفين كده، يا ريت الكاميرا تجيبها لنا. المأكولات البحريه دي ازاي؟ انت بتهزري؟ انت هتعملي فاست فود الحاجات دي كلها؟ ان شاء الله باذن الله هتعدوا معايا من دلوقتي على موبايلاتكم وعلى ساعاتكم الوقت اللي معانا هيكون قد ايه، وعايزين نغير خالص منظومه الفاست فود ونعمل فاست فود صحي، تمام كده؟ ده هدفي من البرنامج اللي انا طالعه بقدمه لكم، ان احنا نعمل فاست فود صحي. يلا بينا بسم الله ونتوكل على الله ونشوف معانا ايه. اولا معانا كابوريا، والكابوريا بتاعتنا دي نوتي. هقول لكم سريعا كده ازاي تختاري الكابوريا بتاعتك وتنقيها، يا ريت زوم على الكابوريايه بتاعتي دي. اول حاجه الكابوريا عشان تبقى فريش لازم تبقى بيضه من هنا، مفيش فيها اي سواد او اي نقط او اي حاجه، ده اللي بيخليها فريش. تاني حاجه لازم تنقي الكابوريا بتاعتك نوتي. ليه نوتي؟ عشان تبقى مبطرخه كده ومليانه لحمه وحاجات حلوه. النوتي بتكون زي ما انتم شايفين كده، الجزء بتاعها اللي هنا ده صغنن مش كبير، لو ذكوره بتكون طويله. الذكوره بتبقى معسله بس بتكون فاضيه. اهم حاجه الكابوريايه تبقى ثقيله كده وما تضغطيش عليها تدخل معاكي لجوه، تكون ناشفه عشان تتاكدي ان هي فريش. خلصنا خلاص من الكابوريا، اتغسلت كويس واتنقعت كويس في ميه وشويه خل صغيرين عشان الملح، مأكولات البحر بيكون فيها ملح ورمله تنزل منها. تاني حاجه معانا النهارده الجمبري الازاز الجميل جدا. الجمبري الازاز لازم تجيبيه تقصي شنباته قبل ما تغسليه وتطلعي الحبل الرملي. هنطلع الحبل الرملي ازاي؟ بمنتهى السهوله، انا بس بشوف لكم خله الاسنان. تمام مفيش مشكله، خله الاسنان هتجيبيها، هتيجي من الحته دي تفتحي كده من السكينه فتحه بسيطه خالص وتطلعي الحبل الرملي بتاعك. ادي الجمبري الازاز بتاعنا السويسي، اجمد جمبري. هنعمل شوربه سي فود، وهنعمل معاها كمان خلطات كده من الجندفلي وشويه حاجات. هقول لك تعملي شوربه سي فود باقل التكاليف. معانا كمان ايه؟ معانا دلوقتي سمك فيليه. هعمل لك صينيه سمك خاصه بيا انا بس، صعب تلاقيها في اي حته، اسمها سمكه شلبايه. تمام معانا طبعا بقى ايه بخصوص الاكله بتاعتنا الجميله دي؟ هندخل الاول على الخضار، وطبعا احنا قلنا عايزين الفاست فود بتاعنا يكون مغذي. معانا طماطم، معانا بصل، معانا فلفل الوان وفلفل اخضر. لو حابه تشطشطي الموضوع ممكن تحطي قرنين فلفل حامي. تمام طيب يلا بينا نبتدي دلوقتي. هنعمل اول سمكه عشان تاخد في الفرن معانا ما تاخدش وقت، تاخد لها ربع ساعه 20 دقيقه. يلا بينا عشان نحضرها. اول حاجه قبل ما نحضر السمكه دي هنحضر لخلطه السمك، اجمل خلطه تقدري تعمليها للسمك. هقول لك تعمليها ازاي وممكن تحتفظي بيها كمان عندك في برطمانات. الخلطه هتكون عباره عن ثوم مفروم، هناخد بس شويه من الثوم المفروم ده هنحتاجهم، هنسيبهم هنا. تمام كده معانا كمان عصير ليمون، معانا بقى بهاراتنا الجميله اللي هي بتحليلك كل حاجه اصلا معانا. طيب عايزين نفتحها بس فتحه كده اهو. معانا كزبره ناشفه، وطبعا اساس السمك هي الكزبره الناشفه والكمون. معانا الكمون، معانا رشه كمون حلوه كده، الله عليها الخلطه دي. بقى عايزه اقول لك لما تعمليها في برطمانات عندك في الثلاجه بتبقى جميله جدا. معانا بهارات سمك، لو مش عندك بهارات سمك ما تعمليلهاش تكلفه، ممكن تحطي قرص مرقه فوريه، قرص مرقه عاديه مفيش مشكله. معانا ملح، يبقى قلنا توم ليمون كمون بهارات سمك ملح، وهنحط كمان رشه من الفلفل الاسمر اهي مش كبيره، وهنضيف رشه من البابريكا. البابريكا بتكون حلوه جدا مع الاسماك برضو. خلاص كده خلصنا البهارات بتاعتنا، هنضيف ايه كمان للخلطه الجميله دي؟ عايزه البس بس الجلوز. هنضيف بقى شويه طماطم كده، وعليهم كمان شويه خل. هنجيب الخل، عايزه اقول لك ان الخلطه دي ممكن تشيليها زي ما قلت لك عندنا في برطمانات، مش شرط للسمك بس، ممكن تضيفيها لشويه طماطم كده حلوين مخللين
بتديكي طعم حلو، شويه بتنجان مخلل بقى والكلام ده كله بيكون جميل قوي. هنبتدي نعمل ايه؟ هنبتدي ناخد شويه خل، مش هنزود الخل قوي لان المأكولات البحريه زي ما قلت لك هي اوريدي بتكون مالحه معاكي، فبلاش نزود ملح ولا نزود خل ولا الكلام ده كله. طيب هنضيف ايه كمان معانا؟ قلنا الطماطم، معلش بس الجلافز مرخم شويتين. طيب هناخد بقى شويه طماطم حلوين كده، الطماطم بتديكي نكهه حلوه قوي في الخلطه اللي احنا عاملينها النهارده. يلا نبتدي بقى بسم الله نخلطهم. تمام، هنبتدي نضيف كمان شويه فلفل، لو انتي حابه تضيفي رشه شطه، بتحبي الحاجات دي مشطشطه مفيش مشكله، هنضيف شويه فلفل اخضر، لو حابه تحطي بقدونس مفيش مشكله. هنبتدي بقى نخلطهم وننعمهم كويس قوي. خلاص كده مش محتاجين اكتر من كده، بس كده. يلا بينا، اول حاجه هنبتدي بيها السمكه بتاعتنا الجميله قوي دي. طبعا انا بحب جدا ان انا اتبل كل الحاجات دي قبلها بشويه، بس بما اننا طبعا وقت الهواء بتاعنا مش هي، كنا عايزين بس الورق اهو. تمام، هنبتدي نمسك السمكه بتاعتنا اهي، وهنبتدي نتبلها من الخلطه الجميله قوي اللي احنا عملناها دي. حاولي على قد ما تقدري لما تحبي تتبلي حاجه اقل حاجه ساعتين وفي التلاجة، بيديكي مذاق كده حلو قوي اللحم اللي انت بتاكليه. طيب احنا تبلناها خلاص كده، هنعمل ايه في السمكه الجميله سمكه شلبيه دي عشان يكون طعمها مميز؟ عندك شويه اصابع من الكابوريا ضيفي، انا عندي النهارده جمبري، هبتدي اضيف لها جمبري كام واحده كده على الوش، شويه جمبري حلوين. عايزين بس نحضر للصوص بتاعها سريعا. طبعا ضفنا زي ما قلت لكم اهو كام جمبريايه حلوين على الوش، هنضيف كمان شويه خلطه للجمبري ده عشان يطلع طعمه زي طعم السمكه بتاعتنا متملح وفيه البهار بتاعنا كله. طيب خلاص احنا عملنا كده، هنبتدي نعمل ايه؟ احنا ضفنا هنا زبده، زبده بتسيح اهي، هنضيف على الزبده دي شويه زيت عشان نحضر للصوص اللي احنا هنضيفه من فوق من على السمكه بتاعتنا الجميله دي. طيب هنبتدي نعمل ايه تاني؟ محتاجين ايه؟ طبعا انا معايا دقيق بخصوص الصوص ده، ده اللي انا هحتاجه للصوص، ومعايا كمان كريمة طهي. مش عندك كريمة طهي؟ نقدر نستبدل كريمة الطهي، انا طبعا زي ما قلت لكم ان انا بحب نعمل كل حاجتنا من البيت، ما عندكيش كريمة طهي استبدليها باي لبن عندك. تمام كده، هنبتدي بقى نضيف الدقيق بتاعنا مع الزبدة عشان حباه كده يتحمص شوية. اهم حاجة بس ايدك تكون في الدقيق عشان مش يكلكع منك او يعمل كده زي حبيبات ولا حاجة، خليه يتكرمل مع الزبده بتاعتك. عايزه اقول لك ان الصوص ده احنا هنحتاجه لاكتر من حاجه دلوقتي وانتوا هتشوفوا ده. طبعا كل الاكلات والحاجات المأكولات البحريه بتحب بقى كل الحاجات اللي هي ايه تستها عالي دي، يعني بنحب ان احنا طبعا كده. خلاص اهو كرمل معانا، هنبتدي نضيف الكريمه اللباني بتاعتنا. ايه معانا؟ اتفضلوا. السلام عليكم آية. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك حبيبتي، عاملة ايه؟ كويسة الحمد لله. دايما يا رب. كنت عايزة اسأل حضرتك على حاجة. اتفضلي يا حبيبة قلبي. انا كنت متابعة حضرتك على الفيس وكده. تمام. وعلى يوتيوب. تمام حبيبتي. فانا بعمل الاكل حضرتك وكده. وانا ربنا يخليك، ده يزيدني شرف يا آية. ربنا يخليكي، انا فرحي قرب وكده، كنت عايزة اسأل حضرتك على مبروك. حاجة. الف الف مبروك يا حبيبة قلبي. الف مبروك. الله يبقى. انا هضيف بس شويه لبن. حضرتك بتعملي عزومات او كده؟ يعني عايزه حضرتك تعملي لي عشاء بتاع الفرح. يا نهار ابيض، عينيا الاثنين يا حبيبه قلبي، الف الف مبروك الاول، وتواصلي مع الاعداد وانا عينيا الاثنين ليكي طبعا.
يكون ليا الشرف يا حبيبتي، ربنا يتمم لك على خير. ميرسي ليكي ولاتصالك يا ايه. هنسيب الصوص بتاعنا هنا بقى يتقل براحته ونبتدي. يلا بينا، تكون السمكه كمان اتبلت. يلا بينا نبتدي نضيف عشان نعمل الجمبري بتاعنا والكابوريا بطريقه سهله وبسيطه. هنبتدي نضيف ايه للجمبري وللكابوريا؟ هنبتدي نضيف مكعبات الزبده بتاعتنا وكمان رشه الزيت. طبعا انتي لو حابه تعملي مأكولاتك البحريه بالزيت بس مفيش مشكله، بس انا بحب نكهه الزبده كده، بتديني طعم حلو وتست حلو قوي. الزبده اهي بتسيح معانا، وكمان هنا الصوص اللي معانا خلاص بيتقل. عايزين نضيف للصوص بس شويه ملح كده، مش كتير بس يكون ليه نكهه يعني. بس خلاص، وخلاص اهو الصوص بيتقل معانا والزبده كمان بتسيح. هنبتدي نضيف معانا طبعا طماطم وبصل، واصل الاكله بتاعتنا هي الصوص الجامد قوي اللي هيطلع معانا من الخضار. معانا ساره من سوهاج اتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام يا سوهاج. واهل سوهاج حبايبي. انا بحبك جدا والله. يا حبيبتي انا بحبك اكتر، انت بلديات ولادي وجوزي واحسن ناس طبعا. الله يخليك يا رب. اهلا الله بيك يا حبيبتي. ربنا يخليك، اتفضلي يا حبيبه قلبي. انا عايزه اعمل اهداء لابني محمد عيد ميلاد النهارده. كل سنه وهو طيب يا حبيبه قلبي. تم كام سنه كده؟ 3 سنين. اسم الله عليه، العمر كله يا رب. الله يخليك يا رب يا استاذه، بحبك جدا وبحب اكلك جدا. يا رب يخليكي، وانا بحبك كمان والله. ربنا يحبب فيكي خلق يا حبيبتي ويبارك لك ويكبر خاطرك يا رب. امين يا رب. انا بحبك خالص وبحب اتفرج عليكي خالص يا حبيبتي. ربنا يخليكي، ده يزيدني شرف. ربنا يخليك. انا عايزه اعرف طريقه المكرونه بالبشاميل. عينيا الاثنين. حاضر، عينيا الاثنين على قد ما اقدر. ميرسي ليكي ولاتصالك يا حبيبه قلبي. هنبتدي نحضر السمكه بتاعتنا لان الصوص بتاعنا خلاص. نبتدي بس ناخدها نحطها على الفويل ده. بسم الله، هنظبط بس الفويل كده ونرجع تاني. خلاص اهو معانا. زي ما قلت لكم قبل كده حاولوا تظبطوا، لان العين بتاكل قبل المعده. انا بحب كده جدا طبعا بقى باضافه نفسكم. ما شاء الله، انا عارفه ان كل متابعيني حبايبي شاطرين واشطر مني كمان، اللهم بارك يا رب، فده بزياده يعني. بس كده هنظبط الفويل على شكل السمكه ونبتدي نرفع السمكه تاني نضيفها للصينيه. هنضيف بس شويه رشه زيت كده على السمكه. طبعا انا سايبه اهو، عايزاهم بس، انا مش بشوحهم ولا بديهم لون، انا عايزاهم يفرزوا كل الميه بتاعتهم. هرش رشه زيت كده حلوه ونشوف اخبار الصوص بتاعنا ايه. تمام. طيب هننقل دي بس هنا دلوقتي، نسيب الصوص عايزينه يتقل سريعا. طيب هنبتدي نعمل ايه؟ هنبتدي نضيف الكابوريا بتاعتنا. زي ما قلت لكم انا غسلاها كويس، وكمان زي ما قلت لكم عايزه اقول لكم حاجه بخصوص تنظيف الكابوريا، بلاش تقصوا رجليهم او الحاجات دي، لاننا طبعا كل الحاجات دي بيكون فيها فايده وبتعمل لك طعم حلو في الصوص والكلام ده كله. معانا محمد من المنيا، اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل، ازي حضرتك استاذ محمد؟ بعد اذنك يا مدام ايمي، انا عايز اعرف طاسه الرز المعمر. أيوة. عشان معاه المدام بتعملها بالبواظ على طول. ليه بس؟ حاضر، من عينيا الاثنين. هقول لك واخلي المدام تطلع من ايدها كمان اجمل مني بكتير ان شاء الله. تمام. عينيا الاثنين. شكرا محمد. ميرسي محمد. طيب هنبتدي نعمل ايه؟ هنبتدي نرش رشه كده بقى من بهارات السمك. احنا ما بهرناش خالص الكابوريا، كان المفروض ان احنا نبهر هنا الصوص الخضار اقصد، بس التليفون بصراحه يعني لخبطني شويه. هنبتدي نضيف الملح، مش هنزود الملح عشان احنا عارفين ان الملح بتاعنا، ان المأكولات البحريه بيكون اوريدي فيها ملح، مش هنزود الملح قوي. طيب خلاص كده الصوص بتاعنا الحمد لله كله تمام. تمام، عايزه بس اوريكم قوام الصوص بتاعنا، عايزاه بس نقرب عليه شويه نشوف القوام عامل ازاي ونرجع تاني نبهر الحاجات دي. تمام كده القوام بتاع الصوص. طيب اوكي، هو هيبان
تمام كده، هو هيبان واحنا بنضيفه للسمك. الله، مش قادرة اقول لكم الريحة ابتدت تظهر اهو لما عملنا اضافة الصوص. هنضيف ايه كمان للسمكة بتاعتنا الجميلة قوي دي؟ هنضيف لها رشة موتزاريلا. عايزة اقول لكم بقى ان الاكلات دي الولاد بيحبوها جدا وهيعتبروها من اكلات الفاست فود والكلام ده كله. ممكن بس، تمام، لو ممكن بس حد يجي يحط لي السمكة بتاعتنا الجميلة دي، سمكة شلباية، في الفرن لو تسمحوا. تمام. طيب احنا دلوقتي بنعمل ايه معانا؟ تمام قوي كده اهو. ايه، انا بس كنت عايزة اقول لكم ان انا هفتح الفرن من تحت 10 دقايق وبعدين هفتح الشواية، ما بتاخدش ربع ساعة معانا. هوسع بس كده على نفسي ونبتدي. تمام، حطينا هنا ملح وحطينا خلطة السمك، هنحط الكمون، رشة الكمون، الاسماك بتحب الكمون. اتفضلوا. تمام كده، هنحط بقى البابريكا، هنحط كل البهارات بتاعتنا الجميلة دي، وهنضيف الفلفل الأسمر. ياريت بس يكون الفرن سخن عشان ما ياخدش من القيمة الغذائية بتاعت الأكل بتاعنا. حاولي تسخني فرنك قبل ما تحضري للأكل بتاعك. هنبتدي نعمل ايه؟ هنبتدي بقى نقلب الكابوريا بتاعتنا الجامدة دي. أول بس نقلب ده. معانا روشة من الجيزة. روشة، الو. الو، السلام عليكم. ايوه يا امي، عليكم السلام. روشة حبيبة قلبي، أول ما قالوا الجيزة عرفت. أهلا بيكي يا حبيبة قلبي. إيه ده، عرفتيني؟ عاملة إيه يا امي؟ الحمد لله يا روحي، أنت اللي عاملة إيه يا روشة وإيه أخبارك؟ الحمد لله يا حبيبتي. ميرسي يا حبيبتي لاهتمامك واتصالك، صاحبتي وحبيبة قلبي يعني. ربنا يخليكي يا رب، منورة يا حبيبتي، منورة الدنيا كلها. ده نورك يا روحي، ده نورك يا روشة يا حبيبتي، ربنا يخليكي. ربنا يخليكي يا منك يا روشة. ربنا يخليكي يا ربنا حبيبتي. ربنا يخليكي. سلمي لي على الولاد بقى لحد ما نتكلم. خلاص ماشي. ماشي يا حبيبتي، مع الف سلامة. شكرا يا روشة يا حبيبتي. تمام كده، حطينا الجمبري بتاعنا. هيبتدي بقى احنا دلوقتي بنعمل ايه؟ طبعا الكابوريا احنا حاطينها قبل الجمبري، فاوريدي فردت الصوص بتاعها، بس احنا حابين نضيف لها شوية مية، مش كتير، هي مش بتحتاج مية كتير ولا حاجة، بس شوية مية كده. طبعا الكابوريا بتاخد وقت عن الجمبري في التسوية، يعني الكابوريا بتاخد سنة وقت في التسوية عن الجمبري. خلاص كده احنا حضرنا اهو الجمبري. خليه بقى، الجمبري بياخدش معاكي وقت خالص، انا بس حابة ازود كده ايه شوية خضار عشان ما حطيناش فلفل. عايزه اقول لك انك هتاكلي صوابعك مع الصوص ده ومع البصل، هتاكليه كده اكتر من الجمبري نفسه، صدقوني بجد. بس خلاص خليه برضو يفرز الصوص بتاعه. تمام كده، لو ممكن بس حد يجي يعلي لي شويه العيون. هنبتدي بقى نحضر لشوربه السي فود اللي انا شخصيا بحبها جدا، واحنا بنجيبها من بره غاليه جدا جدا، وانا مش حابه الموضوع ده، مش عايزين طول الوقت نعمل ميزانيات عاليه للاكلات بتاعتنا. طيب انت ازاي بتقولي كده وهي اصلا اوريدي المأكولات البحريه مش رخيصه بس مش غاليه؟ يعني هقول لك على فكره كويس، النهارده انت عملتي سمك في البيت وجمبري، خدي لي كام جمبريايه كده وشيليهم. احنا ضفنا بس الاول هنا زبده، شيلي كام دلوقتي هتجيبيهم تعملي ايه؟ تضيفي تشيلي شويه في الفريزر. تمام، انا معايا ايه الاول لشوربه السي فود؟ معايا اول حاجه الجندوفلي بتاعنا، ومعايا كمان هنا، عايزه بس حد لو ممكن يعلي لي شويه عيون البوتاجاز لان هي واطيه جدا لو تسمحوا. معانا ايه هنا دلوقتي؟ معانا انا مقطعه من السمكه بتاعتي، اخدت منها حتت السمك الفيليه، معايا كمان جمبري مقشراه اخدته زي ما قلت لك، تاخدي كام جمبريايه، معايا كمان كابوريا من اللي انا عاملاها النهارده، ومعايا الجندوفلي بتاعنا. تمام كده، هنبتدي نعمل ايه؟ هنبتدي نحضر للبصل لشوربه السي فود. هنعمل ايه؟ هنضيف لها بصل. معايا هنا ايه دلوقتي؟ معايا بصله
بخصوص شوربه السي فود، ومعايا كمان شويه حبهان، شويه مستكه، ورشه زعتر. عايزه اقول لك ان المستكه مع البصله بتديكي طعم حاجه كده واو. بخصوص الشوربه هنبتدي نعمل ايه؟ نخلي البصله دي تصفر معانا. خلاص كده البصله، بس طبعا بخصوص ان احنا وقت الهواء المفروض ان احنا دلوقتي البصله بتاعتنا تصفر، تمام كده؟ طيب احنا عشان وقت الهواء بتاعنا بعتذر، فهنبتدي نحط البصله دي، نحط الاكل على البصله، تمام؟ طيب طبعا البصله مش هتاخد معاكي برده دقايق عشان ما تقوليليش الوقت بتاعنا في البيت. هنبتدي نحط ايه دلوقتي؟ هنبتدي نشوح الجمبري مع السمك الفلي اللي معانا، وهنضيف كمان مع الجمبري والسمك الفلي هنضيف معاهم الجندوفلي بتاعنا. هناخد كده شويه جندوفلي جامدين جدا. عايزه اقول لك الله بقى على الجندوفلي ده، لما تشوحيه مع شويه بصل وفلفل وخل وليمون ورشه ملح وكمون، بس كده عايزه اقول لك حاجه كده فظيعه يعني. هنشوحهم بس تشويحه اهي، الله على الريحه. هنبتدي نحط بقى بهاراتنا الجميله. هنبتدي نضيف رشه من بهارات السمك بسيطه، وقلت لك تقدري تستبدليها بالماجي، تمام، المرقه عفوا، وتقدري كمان تستبدليها او ممكن ما تضيفيهاش خالص. رشه الملح بتاعتنا مش كتير، وهنبتدي نضيف البابريكا. البابريكا والكمون والفلفل الاسمر، رشه الكمون طبعا. هي ابتدت اوريدي تفر الصوص اهي. هنبتدي بقى نضيف الكابوريا بتاعتنا. نسيت اقول لكم او عايزه اقول لكم على حاجه مهمه، ان احنا سايبين جمبريايه بقشرها كله داخل الشوربه، عشان الرز بتاعه الجمبري دي هتفرز لك احلى طعم واحلى صوص للشوربه بتاعتنا، هتفرز لك صوص خرافي. طبعا ما شاء الله الجمبري معانا اهو، خلاص ابتدى يغير لونه، محتاجين بس نضيف له شويه كده للميه عشان يديكي صوص حلو. مش ميه كتير، انا ما غطيتهوش حتى، يا دوب بس حاجه كده بسيطه عشان تديكي صوص حلو وتقيل لما تبتدي تغرفيه، او حابه تاكليه بعيش بقى مع سلطه الطحينه او حاجه. طيب دول كده خلاص عليهم كده. هنبتدي بس ايه، طبعا انتوا شايفين، يا ريت بس الكاميرا تقرب، عايزاكم تشوفوا قد ايه هي فرزت صوص معانا طبعا، والبصله والكلام ده كله. هنبتدي بقى نحط لها شويه ميه كده يغلوا. زي ما قلت لك ان انت تقدري تشيلي كام كابوريايه على كام جمبريايه، تمام، تقدري تشيليهم، وفي مره تعملي عشا معانا، تمام كده. السمك تمام، السمكه خلصت معانا اهي. انا عايزه بس ايه تغلي غلوه كده. انا اسفه بس البوتاجاز عندنا مش واصي، طبعا انتوا شفتوا معانا اهو الموضوع مش مجهد خالص. تقدري تفرزي الفلفل بتاعك، تفرزي البصل، تفرزي الطماطم في برطمانات في اكياس وتشيليهم في الفريزر وقت الحاجه تطلعيهم، حتى الليمون تعصريه وتشيليه في برطمانات. عندك الخلطه الفظيعه اللي احنا عملناها، تقدري هي كمان تشيليها. ميرسي، تسلم ايدك، ميرسي. السمكه بتاعتنا طلعت اهي واستوت، تمام. انا معايا اهو السمكه طلعت معانا اهي ما شاء الله، واستوت كمان. عايزين بس نطلعها على الطبق. طيب الشوربه معانا اهي خلاص، بس عايزين نضيف لها الحاجه اللي دايما انتوا بتاكلوها في المطاعم وتقعدوا تقولوا ايه السبب اللي بيخلي لنا الحاجات دي لون الشوربه مش طبيعي زي اللي هنزود. بس هنضيف شويه لبن لان هي تقلب طبعا، عادي جدا. احنا هنضيف اللبن اهو معانا بس خلاص بمنتهى السهوله، من غير نار ومن غير اي حاجه، لو انت بس حابه ترفعيه دقيقة، تمام. طيب دلوقتي هنعمل ايه؟ هنبتدي نطلع السمكة بتاعتنا، عشان بس الوقت النهاردة كان كله
هنطلع سمكه شلباي اهي طلعت واستوت معانا ما شاء الله. محتاجه بس حد يساعدني يفضي الكونتر. نبتدي كمان الشوربه بتاعتنا. طيب هنبتدي، محتاجه بس حد يساعدني يفضي لي هنا الكونتر من فضلكم عشان نبتدي نقدم. نبتدي نطلع احلى شوربه سي فود اهي، طبعا شايفينها مليانه ما شاء الله وريحتها تجنن بجد، فعلا مليت اللوكيشن مش كلام يعني. هنبتدي نضيف لها، حابه تضيف لها على النار بس انا عشان وقت الهوا بتاعي شويه من الصوص، حابه تضيفي الصوص ده كده فوقيها مفيش مشكله، الاثنين هيدوكي الشكل الكريمي. المقادير على الشاشه بتاعتنا بتاعت الاكله بتاعت النهارده. طبعا انا اسفه ليكم جدا ان وقت الهوا ضيق بالنسبه لي، الجمبري خلاص استوى. عايزين ناخد كابوريايه حلوه كده استوت معانا ما شاء الله. هنبتدي بس نضيفها هنا اهي استوت ما شاء الله، شايفين اللون بتاعها ما دام غير كده يبقى الكابوريايه بتاعتك استوت ما شاء الله. خلاص كده الاكله بتاعتنا زي ما انتم شفتوا ما اخدتش معانا وقت خالص. انا عامله مع الاكله النهارده، عاملين النهارده الرز، رز بالجزر، وعاملين سلطه الطحينه. طبعا كلنا عارفين الرز طريقته عامله ازاي. تمام هنبتدي بس نطلع الكابوريا ونطلع الجمبري. المقادير على الشاشه طبعا قدامكم عشان اللي ما شافش الحلقه من الاول. طيب نطلع معانا الكابوري الجمبري الاول. الجمبري خلاص اوريدي استوى ما شاء الله معانا اهو، ما دام لونه غير معاكي وكده الجمبري ما بياخدش 10 دقائق معاكي على النار بالصوص بتاعه بالخضار بكل حاجه زي ما انتم شايفين كله وقت معايا اهو، ما حضرتش اي حاجه قبل كده حتى السمكه اللي معانا مش عايزين بس حاجه تقع. تمام كفايه تمام، شكرا ليكم، نشوفكم ان شاء الله. انتظروني الحلقه الجايه، انتظروني يوم الخميس القادم باذن الله 12:30 ظهرا الخميس الجاي. عايزه بس اخر حاجه نقدمها هي الكابوريا. تمام هناخد حاجه بس نطلع الكابوريا بيها عشان تشوفوا طبق اطباق النهارده قد ايه سهله وبسيطه ومش هتاخد وقت. عفوا بس عشان وقت الهوا، طبعا شايفين الصوص اللي طالع معانا ده، عايزه اقول لكم ان ريحته حاجه اخر واو يعني حاجه كده تجنن. يلا بينا اتفضلوا بقى النهارده، اكل النهارده اهو حاجات مغذيه مناسبه جدا للوقت اللي احنا فيه عشان اولادنا وعشان خاطرنا احنا كمان. النهارده الاكله كانت سهله وبسيطه وان شاء الله اكون النهارده عجبتكم واكون كنت خفيفه على قلبكم، واشوفكم الحلقه الجايه ان شاء الله باذن الله. انتظروني، السلام عليكم ورحمه الله.